والله بالشيك يعني انا يعني بوضع شغلي وإشي كل السوق حوالي اني بشتري كل اغراضي من البلد يعني. طيب بعد بتاخذ مصروفك الصبح بتطلع بتشتري وانت مروح. اخذ مصروفي من مين اخذ مصروفي؟ مرتك. لا والله حسسني انه يعني ما فيش منه الحكي هذا. لسه ما تعودناش على هذا الشيء. بعدك شفت بتتعود الايام جاي بتتعود. بس نصير ابو بدر. تصير ابو بدر؟ بس اصير ابو بدر. ابو بدر. والله انا مصروف ولا معي ولا معها. انا مع الحج مع ابوي. والله؟ اه والله. تعطيه المصاري وهو مصروف؟ ابوي هو اللي بده اياه والله مكرمنا وزياده. كيف؟ انا عايش مع ابوي وامي. بشتغل بعطي نهايه الشهر. وهو بيشتغل بحط منه. سؤال، في حدا بعده لو عايش مع ابوه وامه بده؟ انا. شو السبب؟ وحيدهم. بحب يكون مع الرجل. يكون مع الرجل؟ نعم. ليش؟ لان هو ادرى في الامور، هو اللي بيجيب المصاري. عشان هيك يعني يفضل انه يكون مع الرجل. طب ما هو ممكن تكون المراه هي اللي بتعرف تدبر هاي الامور، ممكن الرجل يكون مصرفجي. كيف؟ نعم، عيد سؤال. يعني ممكن الرجل يكون مبذر. نعم. والله شوف يعني في ستات في ادارتهم كويسه وفي رجال ادارتهم كويسه، يعني على شكتين. يعني ما في حرج اذا كان مع المراه؟ لا ما في حرج عادي. لا والله مع الرجل. ليش مع الرجل؟ لحد الان ما حدش حكى لي مع السيد. هو المراه اذا فرطه. اذا فرطه المراه. بس والله في سيدات ايديها مش فرطه. اغلبهم ايدهم فرطه. عشان هيك؟ لازم يكون مصروف مع الزلمه. مع الرجل. مع الرجل؟ ليش؟ هيك افضل. طب هو ممكن يكون مبذر الرجل ويضيع الدنيا. ممكن، وممكن ما يكون المرأة اقتصادية أكثر تكون. ممكن. ليش ما يكون معها المصروف؟ بصير. بس عادي. عادي عادي، ما في مشكلة. شو رأيك الموضوع؟ أيهما أفضل؟ يكون مصروفك مصروف البيت مع الرجل ومع زوجته؟ هلا في ناس يعني الرجل بيكون مدبر ومرته مدبرة. عرفت كيف علي؟ وبكونوا ماشيين على سيستم معين يعني، وفي ناس بيكونوا العكس. عرفت كيف علي؟ بيكون هو صريف كثير والمرأة بتكون مدبرة. عرفت كيف علي؟ اسمح لي، عندكم البيت مين المصرف أكثر، أنت ولا زوجتك؟ الصريف؟ هلا احنا بنصرف يعني شغلات اللازمة اللازمة، بس المرأة دائما إلا بتحب تتطلب، بتتفرج على شغلات يعني بتحب تكون هي أفضل. والله المبدر أنا. أنت؟ جدا. يعني مصروف البيت معها؟ لا والله مصروف البيت بخليه بالبيت، بس انا مبتر. صح. ليش هيك؟ ما بعرف. ليش ما تخليه معها مثلا، هي اللي تدير امور الماليه، يعني وزاره الماليه تكون في الدار؟ والله بحط في البيت، بجيب الموجود كامل، بس انا مبتر يعني مش طبيعي. الحل مش عارف امسك جدا. نهائيا معي انا. بعض الايام بدها هي تروح على فرضا على مول، بعطيها تروح. بس المصروف الاساسي مع مين؟ الاساسي معها. والله انت اول واحد يحكي الصح. ليش ما احكي الصح؟ ما على ايش يخبوا؟ مصروف البيت معي. طب ليش مصروف البيت معي؟ لا بحكي لك مصرف جانك. انا بتعرف لما تجيب هي انا بكون مبسوط، مبسوط منها لانها جابت شيء، بتجيب شيء حلو ومرتب للبيت. الله يا رب يخلي لنا اياها بجاه الله ويحفظها يا رب، ويحفظ الامم كلها. المبذر انا. والله. والله انا. مشان ما عشان بعطيها، مشان هي تحافظ على الاموال كلها. والله لا معي. نعم. نعم، لانه الرجل الامور هاي بدرك الامور اكثر من المراه. يعني في نسوان شاطرات ولا ننكر هذا الحكي، بس انه الزلمه بضل افضل شوي. يعني هلا احنا سمين المبذر عندك بالدار، انت ولا زوجتك؟ يعني تحس انه في تبذير بيد المصاريف؟ والله انا بصراحه كده. بس انا بحكي لك انه مو انا صح مبذر، بس بجيب الشغله اللي خاصه بالبيت كثير. ما ممكن هي يا تختلف. مبذر بجيب الشغله الخاصه بالبيت كثير، معناته انت مش مبذر، لانك انت بتجيب اساسيات. اساسيات بعض مرات بكون في شويه تبذير يعني. بعض يعني. نعم بعض الاوقات. لا، هو الرجال جنة والمرة بنة، أكيد لازم مع الست تكون. المثل بيقول الرجال جنة والست بنة، هي اللي بتبني البيت. يعني ضل مع ست البيت أفضل. أكيد. قالوا على المرة. وأنت هيك رأيك أحسن؟ أنا والله هيك رأيي أحسن. ليش؟ هيك كل شيء موفر يعني؟ كيف تدبر أمور البيت أكثر من الرجل؟ مش كثير. والله طيب جوك أحسن. أنا أفضل يكون مع الرجل ولا والله مع المرة؟
مع المرأة. آه، لأنه الزلمة دائما طالع بروح بيجي شبابنا نروح بصرف مصروف الفاضي والمليان. ضيع الدنيا. هسا بلشت تحكي؟ صرنا ساعة بنحكي لك يا زلمة، الله أكبر عليك. مصروف البيت يفضل مع الرجل. لكن الآن إحنا اللي عايشين فيه المرأة هي اللي تتحكم بالمصروف حاليا بصراحة. أنو أفضل؟ نعم؟ أنو أفضل؟ الأفضل الرجل، لكن لأنه المصروف هو يكون على قد حاله. المرأة لا تتوسع، تركن إنه في رجل هو اللي هو بيصرف على البيت، هو اللي بيأمن المأكل والمشرب وكل شيء. لكن المرأة بتصرف يعني، مو زي الرجل، الرجل يكون يعني بس بيختلف رجال عن بعضهم، في ناس يكون كريم بيجيب اللي بده يجيبه. شو رأيك؟ والله رأيك تمام، هو المفروض يكون مع الرجل يعني. اه طبعا. انت عندك مع الرجل ولا مع السيده؟ لا انا مع الرجل، ليش انا ما انا ما بسلم حالي للمراه، ليش اسلم حالي للمراه؟ تسليم هي الشغله؟ اه ما هو ليش يعني انا ممكن تكون عندها قدره على تدبير الامور اكثر من الرجل. استك الكلام بس يعني انا بعرف هي مثلا تقول لي جيب كذا جيب كذا، بس مش اللي اخليها تروح تشتري، انا بعرف